بس نجيش ملهوش عدد بيصون ترابها، واللي يدوس على أرضنا بندوس عليه، الأرض يعني العرض بالنسبة لصحابها، فما بالك انت عشان دي سينا هنعمل ايه؟ كله إلا سينا. مساء الخير، مساء السلام، مساء الأمان، مساء مصري جميل على حضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم افتح باب قلبك. كله إلا سينا، رسالة واضحة كلنا بنقولها، كل المصريين بيقولوها، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء، وزير الخارجية، الهيئة العامة للاستعلامات، عم محمد اللي ماشي في الشارع، عمرو مصطفى في أغنيته الجميلة، البنات في المدارس، الأمهات وهم بيرغوا، الرجالة وهي قاعدة على القهوة، الناس اللي في الميكروباص، كله إلا سينا، كله إلا سينا.